مسؤول والسيارات الكهربيه. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا ميرابو ستة. صباح الخير لبنى وصباح الخير للسادة المستمعين الكل. موضوعنا اليوم لبنى السيارات الكهربائيه. كان قبل لبنى فريق كامل مكون من وزاره الانتقال الطاقي والوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه وممثلين عن مختلف الوزارات والشركه التونسيه للكهرباء والغاز والغرفه الوطنيه لوكلاء السيارات عملوا دراسات لتشخيص الامكانيات المتاحه للنهوض باستعمال السيارات الكهربائيه في تونس. وقال كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي سواء الشوشان اللي دراسات أبرزت أهمية استعمال السيارات الكهربائية في تونس اللي من شأنها أنها تحقق عدد من المزايا واللي تجي في مقدمتها خفض التكلفة الطاقية على مستوى الوطني. والسيارات الكهربائية زادة لبنى باش تساهم في التحول في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا في تحقيق الاقتصاد بالطاقة وذلك على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية بالإضافة إلى رفع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي التونسي. وتطمح تونس لبنى إلى الارتقاء بعدد السيارات الكهربائية إلى 5000 سيارة كهربائية خلال العامين الجايين والوصول إلى 500 نقطة شحن مجهزة بطاقة 5 ميجاوات مقابل 50 نقطة حاليا. لمزيد من التفاصيل باش نستقبلوا معنا المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل بوكالة التحكم بالطاقة سي عبد الحميد القانوني. صباح الخير ومرحبا. أهلا وسهلا سي عبد الحميد. صباح الخير، مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين كل. يعيشك سي عبد الحميد. بعد المقدمة اللي عملتها هذيك، علاش أقرت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات بهدف التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية؟ كان تقول لنا هالإجراءات هذية فاش تتمثل؟ يعطيك الصحة على إثارة الموضوع هذا. بطبيعة الحال باش نجموا نوصلوا نحققوا الأهداف هذيك الكل. اليوم كيف أي تكنولوجيا جديدة مازال فما فارق في السعر بين السيارة الحرارية والسيارة الكهربائية، وباش نجموا نقصوا قدر الإمكان بطبيعة الحال من الفارق هذاك، أقرت الدولة التونسية جملة من الإجراءات اللي تتمثل بالخصوص في الإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية. دونك اليوم السيارة الكهربائية تخلص 0% أداء ديواني، زاد كيف التقليص من الاداء على القيمه المضافه بالنسبه للسيارات الكهربائيه من 19% ل 7% حاليا، التقليص ب 50% من معلوم التسجيل الاولاني هذاك للسياره، والتقليص ب 50% زاد كيف من معلوم الجوالين. هذوما الامتيازات هذه تخلي اليوم السعر نتاع السياره الكهربائيه يكون قريب للسياره ايسونس ولا ديزل، وبطبيعه الحال مع الكلفه نتاع الاستغلال، خاطر اليوم زاد يلزمنا اللي نعرفوه اللي كلفة استغلال السيارة الكهربائية أقل برشا من الاستغلال نتاع السيارة الليسانس ولا مازوت، وهذاك اللي يخلي اليوم المردودية نتاع السيارة الكهربائية ولا الكلفة الجملية للسيارة الكهربائية يكون خير من السيارة الحرارية. قداش الفارق في السعر ما بين السيارة الكهربائية والسيارة الحرارية سي عبد الحميد؟ والله اليوم هو ما نجموش نحكيو على فارق في السعر، يظنونيك معناتها فارق في السعر محدد، معناتها مبلغ محدد، خاطر يلزمنا كي نقارنوا دو تكنولوجي، معناتها زوز سيارات بنفس القام. اليوم مثلا اليوم في السيارات الترميك معناتها اللي مع رئيسونس ولا مازوت، نعرفوا السيارة اليوم موجودة بين معناتها 60 حتى ال 5 ولا 90 ألف دينار. اليوم في نحكيو على المويان قام، معناتها السيارات مثلا الإدارية هذيك اللي فواتير دو سيرفيس ولا السيارات العادية مكهربة بين 60 و 90 ألف دينار. والسيارات الكهربائية؟ بالنسبة للسيارات الكهربائية اليوم عندنا بطبيعة الحال فما سيارات بطبيعة الحال مش لنا مال تبيع السيارات، خاطر باراموز نريد في بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي اللي فما شوية لبس. راهو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة هي دورها النهوض بالعملية التحكم في الطاقة بصفة عامة إي كومبري التنقلات الكهربائية، مش احنا نبيعوا في السيارات معناتها، لو مش دورنا لا باش نبيعوا السيارات ولا معناتها ولا دورنا بور كوميرسياليزي سو جونر دو 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 تكنولوجي ولا غيرها ولا حتى تكنولوجيات اخرى. اليوم السيارات الكهربائيه المتوفره من 90 ألف دينار فما فوق، معناتها نقارنوا دو جام كيف نلقاو ببري فما اون ديفيرونس نتاع 15-20 ميل دينار بين نفس الكاتيجوري دو فيكول. الاسوام هذيا سي عبد الحميد في تونس؟ بطبيعة الحال نحكيو على عند معناتها وكلاء سيارات موجودين في تونس. قداش عند اعداد السيارات الكهربائيه في تونس عبد الحميد قانوني؟ اليوم فما اكثر من 20 موديل نتاع سياره كهربائيه متوفر في تونس. ما كيف ما قلت لك الموديل اللي قراب برشا للسيارات الحراريه ما يتجاوزش يمكن خمسه انواع معناتها نتاع سيارات كهربائيه، ما الباقي الاخرين بطبيعه الحال احكي على سيارات توت جام معناتها اللي بطبيعه الحال عندهم الـ معناتها السيبل نتاعهم عندهم معناتها الناس اللي يشريوهم
مي مش هذاك معناتها اللي باش خاطر احنا نعرفوا غالبيه لي موديل دو فيكول اللي موجودين في البارك ناسيونال هما سيارات مويانغا اللي هما اللي نحكيو عليهم ديما بين 60 و 90000 دينار في السيارات الحراريه كيف ما قلت لك واللي قابلهم بين 90 حتى ل 110 120 الف دينار بالنسبه للسيارات الكهربائيه. وعدد نقاط شحن السيارات هذوما الكهربائيه قداش عددهم؟ اليوم كنشوفوا على المستوى الوطني حسب لي فيشي دي ماتريكولاسيون تاع الوكاله الفنيه للنقل البري معناتها السيارات المسجله في تونس عندنا في حدود 150 سياره مسجله ايماتريكولاسيون تونسيان معناتها ماخذه كارتيكريز تونسيه الكتريك. ما عندنا زاد كيف سيارات يجيونا لي فيزيتور هذوك كوسوا توانسه ولا دي زترونجي اللي يجيونا دي فيزيتور لتونس زاد كيف يجيبوا سيارات كهربائيه. بالنسبه لنقاط الشحن عندنا ابوبري 150 نقطه شحن عمومي مفتوحه للعموم. ولكن راهو اللي لازمنا نعرفوه اللي راهو 90% من عمليات الشحن تصير عند صاحب السياره معناتها كسواء بارتيكولي والا اداره الشحن يصير في المؤسسه نتاعه ولا في داره و10% برك من عمليه الشحن راهي تصير في المناطق العموميه دونك الشاحن العمومي هذاك راهو باش يكون انا بوان للشحن العادي اللي متوفر في المنزل. سي عبد الحميد قانوني في نفس السياق تم اعداد مشروع كراس شروط لنشاط شحن السيارات الكهربائيه تم عرضه مجلس وزاري شنو وين وصلنا في المشروع هذايا؟ هو تم عرض قبل اجراءات على مجلس وزاري من ضمن الاجراءات هذه اللي هو اعداد تعريفه خاصه بالشحن السيارات الكهربائيه وزي كيف التكوين في مجال التنقلات الكهربائيه معناتها اعداد ولا تنفيذ ولا ادراج امتيازات جبائيه للسيارات الكهربائيه توسكي نورماليزاسيون زاد اعتماد معايير خاصه بالسيارات وبنقاط الشحن هذوما الاجراءات الكل معناتها قدمنا فيهم بالكدا دونك كيف نحكيو اليوم على الامتيازات الجبائيه اليوم موجوده معناتها موجودين الامتيازات بالنسبه كيف اون ادوبتي دي نورم تونيزيان كونسرنو لي بارن ولا لي فيكول الكتريك لا فورماسيون بدينا الجمعه اللي فاتت اول دوره تكوينيه حول التنقلات الكهربائيه وبدينا نكونوا في الناس على التكنولوجيات هذه زاد كيف غدوه يلزمنا يكونوا عندنا ناس مختصين في الصيانه نتاع السيارات الكهربائيه في الصيانه ولا في تركيز نقاط الشحن حتى في راهو نمشيو حتى للسلامه والريموركاج نتاع لي فيكول الكتريك زاد كيف فما حاجات ابروندر كونسيدراسيون دونك غاديين نكونوا في لي بوبيلاسيون سيبل في المجالات هذيا وبالنسبه للتعريفه قمنا بدراسه في الموضوع هذا وارتأت الدراسه هذه بطبيعه الحال انت جبتها من الاول راهو ديما في اطار فريق عمل مكون من مختلف الاطراف المداخله في الموضوع بما في ذلك الوزارات المعنيه الكل التجاره والنقل والصناعه والماليه والمات كيف وزاره اداره التخطيط والاستثمار وزاره التخطيط والاستثمار والافتاق بطبيعه الحال الديوان التونسيه والوكاله الفنيه للنقل البري. خلصنا في الاخر هالدراسه هذه باش ارتئينا كونه ما يلزمناش نحددوا سعر البيع خاطر اليوم فما برشا تباين في السعر مربوط بالانستالاسيون اللي باش تحطها اون بلاس معناتها الشحن مش كيف دي بارن مثلا البويسونس نتاعهم 22 كيلوات مش كيف دي بارن البويسونس نتاعهم 100 كيلوات ويفرق حتى في الانفستيسمون اللي يحطه المستثمر. دونك باش يكون فما سعر حر ليبر كل مستثمر ينفستي بالاستثمار اللي هو باش يحطه اون بلاس ويقترح السعر ومن بعد فما الهيكل المخول له معناتها باش يراقب هالموضوع هذا اللي هو الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه تصادق على السعر هذاك ولا لا. دونك احنا ان شاء الله الكايد شارج الكره الشروط هذايا تم معناتها عرضه على سلطه الاشراف وباش يتم اصداره ان شاء الله في بقرار من الوزير المكلف بالطاقه ومن بعد ان شاء الله يتم العمل به في الايامات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. سي عبد الحميد القانوني تم اقرار زاد برنامج لمساعده المؤسسات العموميه المهتمه بالسيارات الكهربائيه على دعم اسطولها بهالسيارات. فما مؤسسات عموميه بدات باقتناء السيارات الكهربائيه بالفعل؟ هو في البرنامج هذا برنامج وطني، احنا اول ما كان الهدف نتاعنا 50 سياره في المؤسسات العموميه، قلنا يلزم المؤسسه العموميه هي كي دوا فير ليكزامبل معناتها هي تعطي المثال للمؤسسات الاخرين. بالضبط. دونك احنا خرجنا ابيلا كونديداتور للمؤسسات العموميه اللي مهتمه بالموضوع هذا تتصل بالوكاله باش تنجم الوكاله تقوم مع محلها معناتها في عمليات الاجراءات طلب العروض الكل. وفما كانت فما اتصالات؟ الحق احنا الاقبال كان اكثر برشا من الانتظارات معناتها كما قلت لك كان الهدف نتاعنا 50 سياره وصلنا 70 طلب اليوم. دونك واحنا بسبب استيفاء الاجراءات الاداريه اللازمه باش نجم الوكاله اليوم هي تقوم بالاجراءات كما قلت لك نتاع طلب العروض واحنا اللي باش نشريو الكراهب للمؤسسات العموميه هذه الكل بطبيعه الحال من بعد فما دي بروسيدور ادمنستراتيف باش يكملوهم مع اوبري دي فورنيسور
ما ان شاء الله هذا لابيل دوفر ان شاء الله يصير لونسي قبل راس العام، قبل الفانداني هذا ان شاء الله. قبل فانداني هذا ان شاء الله. شكرا ليك سي عبد الحميد القانوني المكلف باداره النجاعه الطاقيه في مجال نقل بوكاله التحكم في الطاقه، شكرا ليك. تحيه كبيره لضيفنا، تحيه زاده ليك انت اميره، موضوع مهم برشا. اي واحنا ديما باش نقعدوا في متابعه لهالموضوع هذا. كل المستجدات تلقاها على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام، احنا مازلنا مواصلين معاكم في شارع تونسي بفقراتنا برشا برشا فقرات 95 999 687. التنمر شنو رايكم في هالظاهره المرفوضه تماما هذه الشارع التونسي حتى للـ11:30.